بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن صفة التيمم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حاضر بس تيمم قلشنم سفكة تغرلوق سوزليمز. ينوي بقلبه. برينش سنيات آدم أزنغ جريق بلا نيات قلدو. يسمي يقول بسم الله. عندن كين بسم الله إتبع. ثم يضرب بباطن الكفين على الأرض. عندن كين إشكي قومن ألقن بلان ياجي أردو. على الأرض سواء كانت الأرض من تراب أو طين أو رمل أو حصى أو صخر. يعني ما يلي يادا توب بولامدو ياكي تاش بولامدو أشو ناس لاجي قول بلان أردو. أما على هذا القماش على السيراميك على الحديد لا. لكن مثلا مشو تملاغا رخلك رخلاجا ياكي باش تبر ناس لاجي ورصا بومايدو. نعم ضربة واحدة فقط. برلقت مردو. ثم يمسح الوجه. ونظن كين أشو إشكي قول بلان أزنو يزني إتدو. وظاهر الكف اليمنى وظاهر الكف اليسرى. وإشكي قول من ألقنن تيشني إتدو. نعيد مرة أخرى. يعني برقتن دايمس. ينوي بقلبه. أزنو جريق بلان يات قلدو. يسمي يقول بسم الله. بسم الله تب إتدو. ضربة واحدة على الأرض. برقتن ياجي وردو. ثم يمسح الوجه. عندن كين يزني إتدو. وظاهر الكف اليمنى وظاهر الكف اليسرى. هم أزنون إشكي قولون إشكي ألقنن تيشني إتدو. نعم. التيمم هو بدل عن الماء. تيمم بوصا سونن بدري يعني سونن بدري. فإذا عدم الماء يعني لا يوجد ماء. أجر ده سو يقلب قاسا مثلا سو يقلب قاسا. أو كان يحصل عليه ضرر باستعمال الماء. ياكي سو إشلاتسا ونغا برابر زرار يبقاسا. برد شديد مثلا. مثلا قد تقصوق بوغان هالدا. أو على أعضاء وضوء أحد أعضاء الوضوء يعني يوجد مثلا جرح ولا يستطيع أن يقرب منه شيئا من الماء. ياكي مثلا طهارت ألدغان جايلانن برابر سدا جراحات بولوب ويالانن سوبلان جويالمايدغان حالات تبوسا. ففي هذه الحالة يتيمم. مشنا خلت لهذا تيمم إلى الأرض. نعم، فالتيمم يقوم مقام الماء. تيمم سونن بدلي يعني سونن أرننا الأرض. والله أعلم. الله يخشى بالجدار. نعم.